نظمت جمعية دار الكتاب المقدس في الأردن برنامجاً روحياً تحت عنوان اعرف أكثر. ابتدأ البرنامج الذي أقيم على مسرح كلية تيرا سانتا بعمان بكلمة ترحيبية من رئيس الجمعية السيد منذر النعمات، ومن ثم ترأس الصلاة الافتتاحية الأب الدكتور إبراهيم دبور رئيس الهيئة الإدارية للجمعية بحضور عدد من الآباء الكهنة وشخصيات دينية. المزيد في سياق التقرير التالي. نظمت جمعية دار الكتاب المقدس في الأردن برنامجا روحيا مميزا بعنوان اعرف أكثر، استمر لمدة 3 أيام متتالية على مسرح كلية تيرا سانتا في عمان. بدأ اللقاء بالسلام الملكي، تلاه صلاة افتتاحية لقدس الأب الدكتور إبراهيم دبور، ومن ثم كلمة ترحيبية للأمين العام للجمعية في الأردن السيد منذر النعمات، شكر خلالها كل المشاركين في اللقاء من رؤساء وممثلي الكنائس وأبناء الشبيبة في الأردن والمشاركين في إلقاء الوعظات والمحاضرات التي حملت العديد من العناوين الهامة مثل الإلحاد والإيمان والقصة المسيحية والشر والألم وهل نحتاج الله وما هو الصليب ومدى مصداقية الكتاب المقدس ومن هو يسوع. هدف هذا البرنامج هو محاولة للإجابة على التساؤلات والأسئلة اللي بتخطر في بال معظم يمكن الناس بهاي الأيام وبدأت في جيل الشباب عن موضوع إن كان بداية في وجود الله وصحة الكتاب المقدس، الألم ومواضيع تانية يحق بتخيل لأي شاب ولأي شخص إنه يتساءل فيها، وبنفس الوقت بنشعر إنه حق اليوم الشباب علينا كدار كتاب مقدس كمؤسسات كنسية بجوز مسيحية إن نحاول إن نجيب على هاي التساؤلات ونجاوبهم على هاي الأسئلة اللي بتخطر في بالهم. وعظمة المسيحية زي ما أنا حكيت حتى في الافتتاحية إنها بتفتح الأفاق لهاي الأسئلة وما بتخاف من أي سؤال ممكن يحرجها أو ممكن يخطر في بال أي شخص ويتوجه لها، لكن الشيء الأجمل في المسيحية إنها قادرة على تقديم المعرفة وقادرة على تقديم المعرفة اللي بتقود للحق. اليوم هاي محاولتنا بهذا الحدث اعرف اكثر، كانت شراكة بين دار الكتاب المقدس ومعهد كريدو لوغوس اللي هو بضم نخبة بصراحة من الأشخاص المفكرين والأشخاص الباحثين والأشخاص اللي فعلا يستطيعون يقدموا يعني محاجة أو إجابة تكاد تكون فيها المنطق وفيها المعرفة اللي زي ما بيقولوا تعطي إجابة لكثير من الأسئلة. حضر الافتتاح عدد من الكهنة والقساوسة ورؤساء مؤسسات مسيحية من مختلف العائلات الكنسية وقرابة 600 شاب وشابة من المهتمين في التعليم المسيحي. إيميل برونر يقول فقط أدرك أني مخلوق عندما ألتقي بالخالق، إذا غاب الخالق لن أدرك أني مخلوق، وإذا أدركت أني مخلوق في حضرة الخالق سأجد نفسي تلقائيا ألتصق به وأعتمد عليه لأني سأستمد منه وجودي، لكن عندما غاب الخالق
ضاعت مني إمكانية إدراك أني مخلوق، وعندما نسيت أني مخلوق لم أعد أستطيع تعريف من أكون. إنه الناس اللي رفضت تعبد الله لم تصير ناس بلا إله. اللي رفض يعبد الله لم يصير شخص بلا إله، صار شخص يعبد المخلوق عوضا عن الخالق، صار شخص يعبد أشياء مش آلهة لكنها بالنسبة له صارت آلهة. وعشان كده بولس بيسمي إنه دي حماقة. أنت عرفت الله لكنك قررت إنه الله الحقيقي الإله الواحد لن يصير إلهي، أنا هأعبد حاجة غيره. إذا كان أي إنسان فينا، أي إنسان فينا يحترم نفسه ويرغب أن يحيا بمسؤولية في هذا العالم، يكون إنسان بينه وبين نفسه في احترام للذات، لن يقبل لنفسه على الإطلاق أن يرضي نفسه، وإن انبسط وإن ارتاح أن يرضي نفسه بوهم، أن يكذب على نفسه كذبة جميلة تقول له هاي الحياة ممكن أن يعاش، ممكن أن تعاش. اللي بدي أقارنه وأطلع عليه النسخ الموجودة عندنا الكتاب المقدس قديش عمرها، قديش بعيدة عن الأصل، بالمقابل مع نسخ لكتاب بالتاريخ آخرين، زي مثلا بلين الكبير، هو كتب تقريبا بالقرن الأول، بس المخطوطة اللي عنا عمرها بعد القرن الأول بسبعمية سنة. يعني في واحد كان قاعد بالقرن التمنمية وكتب المخطوطة اللي اليوم موجودة بين إيدينا لبليني الكبير، بليني الأكبر. اشتمل اللقاء على فقرات للتراتيل مع الأب عماد بواب والمرتل فارس عباسي من جوقة قلب يسوع الأقدس والمرتل رائد حداد من فريق صوت الهتاف والمرتلين إبراهيم نعواس وعماد بصل من جوقة ينبوع المحبة. وقد اختتم هذا البرنامج بلقاء خاص بحضور 500 شخص من الشبيبة الناشئة من عمر 12 إلى 17 سنة حول مفهوم الثالوث ولماذا لا يريد الله أن أفرح. أنا استفدت من المحاضرة أنه أطور تفكيري وأفكر بعمق أكثر، هذا الشيء اللي استفدته من المحاضرة. تعلمت من أعرف أكثر أنه كيف ربنا بده إيانا نعيش مش زي المجتمع ما بده إيانا نعيش. أكيد بشكر لجنة الكتاب المقدس لأنهم موفروا لنا أنه إحنا نقدر نتعلم أكثر عن ربنا. اليوم تعلمت إشي جديد اللي هو الشجاعة، وراح أصير طبيعة بحياتي وأنا كنت فاهمها هي كلها غلط، بس إنه اليوم تعلمتها صح وراح أصير طبيعة بحياتي وهي شيء كثير حلو طبيعة بحياتي. لما انفتحت